العاجل على الشاشة يقول: القبض على 3 في بني سويف بحوزتهم RPG وخريطة لأقسام الشرطة لاستهدافها. معي الآن اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا فندم. أهلا بك. التفاصيل عن مسألة RPG والمخططات لأقسام الشرطة لإحراق واستهداف أقسام الشرطة. وردت معلومات ان في RPG موجود في ارض زراعيه في منطقه نعيم مع 3 اشخاص تم استهداف والحمد لله وظبطهم. يعني دول عناصر من الاخوان سياده اللواء؟ جاري فحصهم. يعني جاري فحصهم. لك مبدئيا في معلومات بخصوص انتماءاتهم؟ هم اكيد بيعاونوا يعني مبدئيا طبعا هم جايبين RPG ليه؟ اه اكيد يعني. لكن ده لسه ده الكلام ده صباح اليوم يعني. صباح اليوم. طيب كان عثر على ماذا تحديدا بحوزتهم؟ سمعنا خرائط لاقسام الشرطه يعني في مدينه بني سويف فحسب ام في المحافظه كلها ام ماذا؟ انا مش عايز برضه اقول اي حاجه عن اللي معاهم عشان دي برضه على مصلحه التحقيق عشان ما حدش ياخد حذره لان احنا لسه في البدايات. وكنت يعني حتى انا فضلت ان ما اعملش مداخله بس الزميل قال ده فضع شمن الناس. انا بتكلم عشان نطمن الناس الامور طيبه. طيب يعني حضرتك مطمئن رغم العثور على RPG وهو طبعا سلاح يعني وجوده وشيوعه بهذا النحو يثير طبعا نوع من القلق؟ لا الامن في بني سويف كويس ان شاء الله. شكرا. ولا حاجه ان شاء الله احنا قادرين على التصدي لاي شيء باذن الله. طيب شكرا يا سياده اللواء ابراهيم هضيب مدير امن بني سويف. طبعا اطلعنا على هذا التطور الامني قبل قليل فقط في بني سويف.